مسجلت الجزائر لليوم العاشر على التوالي انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت اليوم 403 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 39,847 حالة. مع تسجيل 403 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، يصبح المعدل ب 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة، علما أن 10 ولايات لم تسجل أي حالة، 24 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و14 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا خلال 24 ساعة الأخيرة 11 وفاة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم وصل اليوم إلى 325 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة، عددهم ازداد بحسب وصل لحد اليوم 27,971، منهم 318 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 44 مريض في العناية المركزة على مستوى المستشفيات.